السلام عليكم. وراء هذا الفيديو موجه للتلاميذ ديال الثالثة إعدادي، كما العادة في إطار المراجعة والتحضير للامتحان الجهوي الموحد اللي ما بقى له والو. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نراجعوا الدروس ديال لونغ تقريبا كاملين بالنسبة للسيركونستانسيال، إذا تقريبا دروس ديال لونغ كاملين فيما يخص للسيركونستانسيال، c'est-à-dire la circonstancielle de but, la circonstancielle de cause, la circonstancielle de conséquence, la circonstancielle de concession, la circonstancielle de condition, la comparaison. Et dans cette vidéo, on va essayer de revenir sur cette vidéo. Donc, avant de commencer, ne pas de vous abonner à la chaîne, si vous n'avez pas pas de dire j'aime لا فيديو وتحاولوا تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش نزيدو ندير لكم فيديوهات اخرين ونخدمو معاكم ان شاء الله. اذا غادي نبداو ب لا سيركونستانسييل دو كوز اي دو كونسيكونس. غادي نشوفو شنو هي لا كوز، شنو هي لا سيركونستانسييل دو كوز، وشنو هما لي زيكسبريسيون اللي كنستعملو او لي مويان، ونشوفوا بعض الأمثلة. إذا غادي نحاولوا نراجعوا بسرعة. إذا بالنسبة للسيركونستانسيال دو كوز، وهي واحد لا سيركونستانسيال، واحد لا سوبوردوني كي انفورم سور لا كوز دو لاكسيون دو فيرب دو لا برينسيبال. إذا لا سيركونستانسيال دو كوز هي اللي كتكون هذيك لا سوبوردوني اللي كتكون كتعطينا السبب علاش وقعت لا برينسيبال. بمعنى راح نتهضروا في لا فراس كومبلكس. لا فراس كومبلكس كيكون فيها لا برينسيبال وكيكون فيها لا سوبورداني. ملي تنقول الي ابسون كار الي مالاد، هنا لا برينسيبال هي الي ابسون، وفينا هي لا سيركونستانسيال دو كوز هي كار الي مالاد. اذا هاد كار الي مالاد هي واحد لا سوبورداني سيركونستانسيال دو كوز اللي كتعطينا كي ان فورم، اللي كتعطينا لواحد المعلومه على السبب علاش وقعت لا برينسيبال، بمعنى علاش الي ابسون، شنو هو السبب، كار الي مالاد. اذا ديما لا سيركونستانسيال او لا سوبوردوني هي اللي كيكون لاصق فيها لو مويان او ليكسبريسيون. مثلا الي ابسون كار الي مالاد، هنا كار الي مالاد هي لا سوبوردوني سيركونستانسيال، وهي اللي فيها لا كوز، هي اللي كتعطينا لا كوز ديال لا برينسيبال اللي هي الي ابسون. اذا هذه هي لا سوبوردوني circonstanciel de cause informe sur la cause de l'action du verbe de la principale. Les moyens باش كنعبروا على la cause عندنا parce que, عندنا puisque ou comme. هاد puisque ou comme غالبا كيجيو في الاول ديال الجمله، بمعنى الا استعملنا puisque ou استعملنا comme خصنا نبداو بلا circonstanciel. بحال المثال اللي عطيتكم il est absent car il est malade، الا بغينا نستعملو puisque ولا نستعملو comme خصنا نقولو puisque elle est malade, elle est absente. Comme elle est malade, virgule, elle est absente. Et ça ne peut pas la subordonnée circonstancielle, il est donné comme ou la puisque. N'est-ce pas, il est donné parce que ou il est donné car, mais qu'il y a un problème qui est donné en fausse. Donc, elle est absente parce qu'elle est malade, parce qu'il est malade, ou là, elle est absente car elle est malade. Je vous exemple à Horna. Les pêcheurs sont rentrés chez eux parce que l'orage a éclaté. Et la fin, il y a la principale. Il y a dit les pêcheurs sont rentrés chez eux. Parce que l'orage a éclaté. Parce que les pêcheurs sont rentrés chez eux. Car l'orage a éclaté. L'orage, la asifa, jette la asifa. إذا كار لوراج ا إكلاتي، ولكن إلا بغينا نستعملو بويسك ولا كوم خصنا نبداو بلا سوبوردوني سيركونستانسيال دو كوز. بمعنى خصنا نبداو بهاد التانية، نقولو بويسك لوراج ا إكلاتي لي بيشور سون رونتخي شي زو، أولا كوم لوراج ا إكلاتي لي بيشور سون رونتخي شي زو. إذا عقلونا على لي زيكسبريسيون دو كوز. بعض المرات كيعطيكم شي سؤال تيقولك خرج ليا اون اكسبريسيون دو كوز ولا ان مويان كي اكسبريم لا كوز من النص. هو راه خصك تعقل على هادو باسكو بويسكو كوم كار الى اخره. دابا لا كونسيكونس،
لا كونسيكونس هي العكس ديال لا كوز. لا كونسيكونس هي النتيجة، بمعنى كتكون عندي واحد لا برينسيبال، شنو هي النتيجة اللي عطاتني. مثلا نقولوا الا بيان ترافايي بار كونسيكون الا ريوسي، خدم مزيان النتيجة انه نجح. اذا لا كونسيكونس هي واحد لا سوبوردوني سيركونستانسييل كي ان فورم سور او لا كي انديك لو ريزولتا دو لاكسيون اكسبريمي دو لا برينسيبال، يعني كتحدد لينا النتيجة ديال هذاك لو فيرب اللي كاين في لا برينسيبال. صافي، لي زيكسبريسيون كي اكسبريم لا كونسيكونس عندنا دونك، وعندنا بار كونسيكون، وعندنا سي بيان كو، وعندنا تيلمون كو ملي كيكون عندنا لادجيكتيف، تيكون تيلمون كيكون عندنا لادجيكتيف وسط هاد لي بوان وعاد تيكون مورا كو، ولا سي كو ملي تيكون عندنا لادجيكتيف. مثلا إلي مالاد سي بيان كيلي ابسون، فهمتو؟ نقدر نعطي واحد ليكزومبل اخر. الا بغينا نبدلو هاد سي بيان كو هادي بدلوها دونك، إلي مالاد دونك إلي ابسون، إلي مالاد بار كونسيكون إلي ابسون. الا بغينا نعطيو شي اكزومبل اخر لي ما تيلمون كو ولا سي كو، نقدر نقولو إلي تيلمون رابيد، إلي تيلمون tellement زائد objectif rapide que je n'ai pas pu l'attraper. Elle est si زائد objectif rapide que je n'ai pas pu l'attraper. إذن tellement qui تبعها l'objectif عاد que عاد تنديرو la conséquence. هنا si qui تبعو l'objectif عاد que عاد كنديرو la conséquence. ماشي بحال donc ou par conséquent ou bien que تكون عادي تكون ما كاينش l'objectif. ماشي بالضرورة الأدجكتيف، سيكون أون أكسيون عادي. دابا غادي نشوفو لا سيركونستانسيال دو بوت. شنو هو لو بوت؟ هو الهدف. إذا لا سيركونستانسيال دو بوت انديك لو بوت كو لاكسيون اكسبريمي دو لا برينسيبال، بمعنى لو بوت هو الهدف ديال لا برينسيبال، هذاك لو فيرب اللي كاين في لا برينسيبال. علاش كديرو؟ شنو هو الهدف؟ اذا الهدف كيكون هو في لا سوبوردوني سيركونستانسيال دو بوت. مثلا تتقول انا كنخدم مزيان باش ننجح، اذا شنو هو الهدف؟ بغية النجاح او بهدف النجاح. اذا هنا بغية النجاح كتسمى لا سوبوردوني اللي كتعبرنا على الهدف. علاش كدير لا برينسيبال او لا بوكوا اي ليكسبريمي لا برينسيبال اللي هي كنخدم مزيان. لي زيكسبريسيون، عقلو على لي زيكسبريسيون، les expressions de but pour ou la afin de كنستعملوهم ملي تيكون عندنا لو ميم سوجي و تيتبعهم لانفينيتيف، و عندنا pour que ou afin que ملي كيكون عندنا دو سوجي ديفيرون و تيتبعهم سوبجونكتيف. نعطيكم اكزومبل، il se réveille tôt pour arriver à l'heure. اذا il se réveille tôt هذه هي لا برينسيبال. علاش؟ شنو هو الهدف؟ pour arriver à l'heure، باش يوصل في الوقت. اذا الهدف هو انه يوصل في الوقت. اذا il se réveille tôt هو اللي تيفيق بكري وهو اللي خصو يوصل في الوقت. اذا هنا راه عندنا ميم سوجي، بما ان عندنا ميم سوجي اللي هو il راه السوجي الثاني كنحذفوه وكنديرو لانفينيتيف، داكشي علاش استعملنا pour. ولا بامكاننا نستعملو afin de، نقولو il se réveille tôt afin d'arriver à l'heure. اكزومبل اخر، le professeur parle à haute voix pour que les élèves puissent l'entendre. Voilà la phrase. La principale, il y a le professeur parle à haute voix. C'est la principale. Je veux le هدف. Voilà le قواف là subordonné circonstanciel. Et dans le هدف, voilà les élèves puissent l'entendre. Le هدف, voilà les élèves puissent l'entendre. Bien, on a deux sujets différents. Le fait l'eau اللي هو parle, sujet ديالو هو le professeur. والفعل الثاني اللي هو بويس لو سوجي ديالو هو لي زلاف. اذا عندنا هنا دو سوجي ديفيرون، ما يمكنش نستعملو بور وما يمكنش نستعملو افان دو، اذا خصنا نستعملو بور كو ولا افان كو، وكيتبعهم سوبجونكتيف هو هذا. هذا راه بوفوار سوبجونكتيف. اذا قلنا لو بروفيسور بارل اوت فوا بور كو لي زلاف بويس لونتوندر، سهله. دابا لا كومباريزون، لا كومباريزون هي اللي تيكون عندنا un rapport de comparaison avec le fait exprimé dans la principale. C'est qu'on a un rapport ديال comparaison ديال مقارنة.
هاد الرابور ديال المقارنة تنقارنو واحد دو زيليمون، جوج عناصر كيتسمى واحد مقارن واحد المقارن به، أو لا واحد المشبه واحد المشبه به. هاد المقارنة هذاك اللي تنقارنوه كنبداو به، يا إما يكون هو فايت هذاك المقارن به، تيكون عندنا رابور دو سوبيريوريتي هو اللي كنستعملو فيه بويسكو، أو اللي يكون عندنا أقل من المقارن به كيتسمى رابور دانفيريوريتي واللي كنستعملو فيه موان كو، أو لا تيكونوا قد قد، هنا كنسميوه رابور ديغاليتي وتنستعملوا فيه اوسي كو. نعطيكم مثال، مثلا تنقارن واحد التلميذه سميتها فاطمه بتلميذه اخرى سميتها ليلى، غنقارنهم من ناحيه الذكاء. نتخيلوا ان فاطمه هي اللي اكثر في الذكاء، اذا خصنا نستعملوا بلوس كو. غنقولوا فاطمه اي، كنديروا لو فيرب اتر اي بلو، ايوا الذكاء كنديروا لادجيكتيف. شنو هو لادجيكتيف اللي تعبر عن الذكاء؟ هي انتيليجونت. اذا فاطمه اي بلوز انتيليجونت كو ليلى، حيت راه هي اللي كثر، اذا نديرو بلوس كو. الا بدينا بليلى وحنا قلنا فاطمه كثر، اذا الا بدينا بليلى يعني ليلى اقل، غنقولوا ليلى اي موا انتيليجونت، اقل ذكاء اي موا انتيليجونت كو فاطمه. الا كانوا قد قد، غنقولوا فاطمه اي اوسي انتيليجونت كو ليلى، بمعنى فاطمه حتى هي ذكيه بحال ليلى بنفس القياس. نشوفوا واحد اكزومبل، مراكش اي تون فيل بلو شود كو رابا، بمعنى مراكش اكثر سخونه. شود لو فيرب لادجيكتيف شود، لادجيكتيف شود يعني شو، في مين تنقول شود؟ شود هو سخونه، ها اكثر سخونه اكثر حراره. اذا مراكش اي بلو est une ville plus chaude. مراكش مدينة أكثر، يعني فايت الرباط من ناحية ديال السخونية، صافي. إذا إلا بدينا بالرباط شنو خصنا نقولو؟ نقولو موا غابا اي موا شود، أو لا est une ville moins chaude que مراكش، إذا هتكون أقل. مثال آخر، إلى موان دو فوت كو سون كاميراد، يعني شي واحد تنقولو عنده أقل أخطاء من صديقه، إلى موان دو فوت كو سون كاميراد. مثال آخر، il est aussi intelligent que son père، يعني إنه ذكي مثل أبيه، يعني قد قد في الذكاء. il est aussi intelligent، هنا كنهضرو على ليغاليتي، il est aussi intelligent que son père. هنا غادي ندوزو la circonstanciel de concession. la concession exprime une conséquence contraire à la conséquence attendue de l'action de la principale. ديما لا كونسيسيون شنو هي؟ هي بحال الضد، كتعبر لينا اولا كنلقاو فيها واحد لا كونسيكونس اللي هي الضد ديال داك لا كونسيكونس نورمالمون اللي خصها توقع المنطقيه. مثلا غنقول لك ولو انه مريض مشى للمدرسه، نورمالمون تنسمع مريض يعني غيبقى في الدار، هذا هو المنطق، اولا هو دي هي لا كونسيكونس اللي منطقيه، بما انه مريض غادي يبقى في الدار، هذا هو المنطقية. ولكن ملي تندير بما ولو أنه مريض مشى للمدرسة أو ذهب للمدرسة، هنا ذهب للمدرسة عندنا واحد لا كونسيسيون، بمعنى واحد لا كونسيكونس إيناتوندي، أ إيناتوندي، أو لا لا كونسيكونس كونتخير أ لا كونسيكونس أتوندي. هنا كنهضرو على لا كونسيسيون. إذا لا كونسيسيون إكسبريم أون كونسيكونس كونتخير أ لا كونسيكونس أتوندي دو لاكسيون دو لا برانسيبال. باش كنعبروا على لا كونسيسيون، لي زيكسبريسيون كيكون عندنا مالغري و تيجي موراه لو نو او لو غروب نومينال، تيكون عندنا مي ملي تتربط لينا بين دو زاكسيون يعني دو فيرب كونجيغي، كيكون عندنا بيان كو كيتبعو السوبجونكتيف، ميم سي كيتبعو الانديكاتيف، وعندنا اوسي كوا كو حتى هو كيتبعو ا السوبجونكتيف. نشوفو دي زيكزومبل، مالغري سا ريشيس إلي موديست، يعني واخا غني بزاف كيبقى متواضع، ها دونك مالغري سا ريشيس، ريشيس راه سيت ان نو او لو غروب نومينال، داكشي علاش درنا مالغري، رغم غناه يبقى او انه متواضع. بيان كيل سوا ريش الي موديست، نفس الجمله تقريبا، غير بدلنا ردينا هنا نفس الجمله تقريبا، غير بدلنا هنا ردينا لو فيرب. بيان كي سوا ريش، بيان كو اي كيتبعها السوبجونكتيف، هذا لو فيرب اتر سوبجونكتيف، بيان كي سوا ريش اي لي موديست، ولو انه غني كي
متواضع. ميمسي لي ريش اي لي موديست. راه هو هنا ميمسي كيتبعها لانديكاتيف. ميمسي لي هنا الفيرب اتر في لانديكاتيف. ميمسي لي ريش اي لي موديست. فوالا. دابا نشوفو لا كونديسيون. لا كونديسيون انديك ا كيل كونديسيون سو في لاكسيون دو لا برينسيبال. اذا هنا لا كونديسيون هي الشرط، بمعنى باش يوقع لنا واحد لاكسيون ديال لا برينسيبال خاص يتحقق واحد لاكسيون دو ديال لا كونديسيون. اذا لي زيكسبريسيون دو لا كونديسيون اللي كيعبرونا على لا كونديسيون كنلقاو ا كونديسيون دو، وتيتبعو الانفينيتيف ملي تيكون عندي ميم سوجي، او لا كنلقى ا كونديسيون كو ملي تيكون عندي دو سوجي ديفيرون وكيتبعو السبجونكتيف لا كونجوغيزون، او لا تنلقى سي هي اللي معروفه بزاف ومشهوره وكتستعمل بزاف. هاد سي الا كان موراها البريزون عرف لا برينسيبال خاص يكون عندك يا البريزون يا الفوتور يا الامبيراتيف. سي الا كان موراها لامبارفي خاص يكون عندك في الجهه المقابله الكونديسيونيل بريزون. سي الا كان موراها بلوس كو بارفي في الجهه المقابله بمعنى لا برينسيبال خاص يكون فيها الكونديسيونيل باسي. نشوفوا دابا لي زيكزامبل. tu auras un cadeau à condition de réussir ton bac. علاش هنا درنا ا كونديسيون دو هذا وتبعو الانفينيتيف ريوسير؟ حيت راه ميم سوجي، انت اللي غادي يكون عندك كادو وانت الا نجحتي، بمعنى تي وبما انه عندي نفس السوجي كنحيدو السوجي الثاني باش كنديرو الانفينيتيف، حيت الانفينيتيف ما كنديروش مع السوجي. اذا tu auras un cadeau à condition de réussir ton bac. الثاني il aura un cadeau à condition qu'il réussisse son bac. S'il réussit son bac, il aura un cadeau. هنا سي زائد لو فيرب في الانديكاتيف بريزون. هنايا في لا برينسيبال عندك الفوتور، هي هاد سي غادي بريزون فوتور. S'il réussissait son bac, il aurait un cadeau. هي هاد سي غادي كون كان نجح في الباك كان غيكون عنده كادو. هي هاد سي سي زائد امبارفي هادي زائد كونديسيونيل بريزون. S'il avait réussi son bac, il aurait eu un cadeau. كون كان نجح في سميتو في الباك كان غادي يكون عنده كادو، او لا كان غادي ياخذ كادو. دونك هنا سي بلوس بلوس كو بارفي بلوس كونديسيونيل باسي، هذا راه بلوس كو بارفي كيعطيك كونديسيونيل باسي. دونك هادو هما لا كونديسيون. اذا هذه هي لا سيركونستانسيال دو كونديسيون. عقلوا على الاقل على لي زيكسبريسيون وكل اكسبريسيون شنو كيكون لا كونجوغيزون اللي معاه. اذا هنا كنوصلوا لافان ديال هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد المراجعه البسيطه ديال هاد المجموعه ديال الدروس اللي كيتعلقوا بلي سيركونستانسييل. ما تنساوش تشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش، ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتحاولوا تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. جو فو ميرسي بو فوتر اتونسيون. او ريفوار اي ا بيانتو.